كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم وصيام مقبول. رمضان بيفكرنا بالتراث والتاريخ، وعلى فكرة تراثنا فيه جانب مهم عايز أكلمكم عنه، الإسهامات الإسلامية في العلم والمعرفة. ده علماء المسلمين نظموا المعرفة اللي سبقتهم وترجموها للعربية وزادوا عليها كتير وكتير، وبنوا أساس العلم الحديث اللي تفوقت فيه أوروبا وأمريكا النهاردة. تعالوا معايا في رحلة مع علماء الإسلام. النهاردة هنتكلم عن الديميري. ده ولد سنة 1341 ميلادية في ديميرة في الوجه البحري من مصر. توفي سنة 1405 عن 60 وشوية. كان باحث وأديب ومن فقهاء الشافعية، واشتغل في الخياطة. الحقيقة له كتابات كثيرة في الحديث والفقه، إنما أهم كتاباته كتاب حياة الحيوان الكبرى، وده ما زال من أشهر المؤلفات من هذه الفترة. هو أول كتاب شامل في علم الحيوان باللغة العربية، وبيقع الكتاب في جزئين كبيرين. الديميري عليه موضوع حياة الحيوان في ما مشي عليه العلماء العرب اللي كده، انه يرتب اسمائها بحروف الهجاء. فابتدى بحرف الهمزة واتكلم عن الاسد، وبعدين وصف طباعه وهيئته، وبيؤيد حديثه بما ورد عن الاسد من احاديث شريفة او اشعار، ثم يذكر فوائد طبية ان وجدت، ثم ينتقل الى حيوانات اخرى، فالابل والانسان والارنب والاوز كلها من الحيوانات اللي بيتكلم عنها، ثم ينتقل إلى حرف الباء وهكذا. ديميري عالج بالطريقة دي مئات كائنات في هذا الكتاب العظيم، وكان كتير برضو يستشهد بآراء اللي سبقوه من العلماء زي الجاحظ وزي القزويني أو أرسطو. كان بيهتم بصفة خاصة بأنه يستشهد بلغة الأدب، لأنه كان بيحب الأدب. ورغم إن طريقة التأليف معجمية موسوعية، إلا إنها جمعت على الطيور والأسماك والحشرات والزواحف في فصول هذا الكتاب. وأيضا نجد مادة العلم الطبيعي من وصف الحيوان وسلوكه وموطنه، وما روي عن هذا الحيوان في الشعر والأدب، والنوادر اللي حوالين هذا الحيوان، اللي يخلي الحقيقة مش بس القراءة سهلة، إنما فيها نفع علمي محقق، إنما فيها طرافة ورغبة في القراءة. واحد من المستشرقين في كتابه بيتكلم على كتاب ديميري، يقول ده نبع فياض من الحكمة العربية الإسلامية، زاخر بقواعد الفقه والتشريع والأحاديث النبوية والفنون الأدبية والأمثال، تدفقت من مشارب شتى ومصادر مختلفة في مكان واحد. هكذا بنجد الإسهام بتاع هذا العالم العظيم الديميري، الذي ترك لنا من أهم ما تركه علماء الإسلام حديثه عن كتاب علم الحيوان.